Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'univers plus de SVT de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, on va commencer le deuxième chapitre intitulé « La respiration dans différents milieux ». Donc on passe à la page 22. Donc la page 22, donc... une introduction concernant la respiration. Donc, la respiration est une caractéristique des êtres vivants. Donc, nous avons vu dans les séances précédentes que les milieux de vie sont différents, ou les espèces, les êtres vivants et les espèces sont différents, et la biodiversité. Donc, d'abord, nous avons les caractéristiques, les qu'est-ce un être vivant d'un composant non vivant, la respiration. Kul haja ketnefes, il respire, donc c'est un être vivant. Donc, men bad aoutani gadi nchoufou la caractéristique l'okhra, hiya l'alimentation. Donc, etc. Hna gadi, men bad kayen aoutani la reproduction. Donc, bdina daba arfna bi enna l'awsat mutanwi'a. Il y a une diversité, la diversité les êtres vivants. Donc, les êtres vivants. Donc, on va commencer. On va observer quelques documents. On va discuter les documents. On va répondre aux questions qui sont dans la page 23. Je me rappelle les préacquis liés à ce chapitre. إذن هنا خصني هادشي اللي هضرت انا قبل لحظات هو حنا يعني تكلمنا على ان لي زيتر فيفون سو سون دي زيتر كي ريسبير. دونك لو دوكيمون نيميرو 1 بالنسبه لو دوكيمون نيميرو 1 موفمون ريسبيراتوار شي ان انفون. دونك هاد الطفل هذا هو يعني كي هادو حركات تنفسيه بالنسبه لي. هنايا كنشوفوا الصدر نتاعو يعني منتفخ ويعلو يعني هنايا. اذا في هذه الحاله اون بارل دو لانسبيراسيون شهيق. هنايا كنتكلموا على ليكسبيراسيون. دونك هنايا الهواء خرج، هنا كاين خروج الهواء، هنا دخول الهواء، دخوله من الفم ومن الانف، هنا خروج الهواء. دونك هنايا عفوا هنا دخول هنا خروج، هنا اتجاه خروج. دونك هذا بالنسبه لهاد العمليات او الحركات التنفسيه عند الانسان بصفه عامه، هكذا يتنفس الانسان. اذا هنا في هذه الحاله التنفس نتاع الانسان كنقولوا بان لو ميليو نتاعو ايغيان، الانسان كيتنفس في الهواء، ما يستطعش يتنفس في الماء رغم وجود ثنائي الاكسجين في الماء، ما غاديش يقدر يتنفس لان la surface de respiration d'Yenna, ou là les organes de respiration, l'ada d'Yel Tsenfus Ntiana, tu l'as im le hawa, là tu l'as im le ma. Donc, on a regardé le document numéro 2, le trajet des gaz respiratoires chez l'homme. Yani le massar, Ntiana, le gazet, Tsenfus Yenna, l'insan. Et donc, بالنسبه للاعضاء عندنا هنا le nez et la bouche, yani le fem والانف، وعندنا هنا لي بومون، وهنا لو ديافراغم، هذا اللي كيدفع القفص الصدري في العمليه ديال 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 الزفير. وهنا هذا لو ديافراغم كيهبط في عمليه الشهيق. اذا هنا هذا المسار هذا هو مسار ديال لانسبيراسيون. اذا هنا كيدخل الهواء الى الرئتين. بالنسبه للعمليه الثانيه الهواء كيخرج، وفي الحصص الجايه غادي نشوفوا داك الهواء مناش كيتكون، الذي يتم سكون ابي لير انسبيري اي لير اكسبيري. ما غاديش ندخلوا دابا في التفاصيل، حنا غير بحال كنتكلموا اون غروسو مودو دابا في هذه الحصه كنتكلموا بصفه عامه. دونك تكلمنا دابا على الانسان، غنمشيو للزانيمو. دونك هنا لو لابا فاش كنهضروا على لو لابان يمثل جميع الحيوانات. اذا هنا كذلك لو لابان عنده لي بومون وعنده لي نارين، نارين هذيك الفتحه نتاع الانف
من كيدخل الهواء. اذا كذلك بالنسبه للحيوان كذلك عنده لانسبيراسيون والاكسبيراسيون، عنده شهيق وزفير. اذا هنايا شنو كنقولوا على الانسان والحيوانات؟ سو سون دي زيتر فيفون لا ريسبيراسيون ديالهم بيلمونير. شنو هي بيلمونير؟ يعني انها رئويه، تنفس رئوي كيحتاج الوسط نتاع الهواء. هذا الشيء دابا غادي يرجعنا سابقا، كنا قلنا بان واحد الحيوان ولا واحد الكائن حي الى عاش في هذا الوسط ما يقدرش يعيش في وسط اخر. هذا التنفس سبب التنفس نتاعو يلائم الهواء ولا يلائم الماء، ولهذا هذا الشيء اللي خلى الاوساط متنوعه وخلى الانواع الكائنات الحيه كذلك متنوعه. دونك غادي ندوزو دابا لي زيشونج لو دوكيمون نيميرو 4 لي زيشونج غازو شي اون بلونت فيرت، يعني التبادلات الغازيه عند نبته خضراء. نبته خضراء. اذا كيف يتنفس النبات؟ النبات مادام كائن حي، اتفقنا سابقا بان لي بلونت او لي فيجيتو سو سون دي زيتر فيفون، طونك دي زيتر فيفون خصهم يتنفسوا. الا ما تنفسوش الا ما غاديش يبقاو دي زيتر فيفون، غادي يوليو دي زيتر، غادي يوليو دي زيليمون مينيرو او لا دي زيليمون يعني نون فيفون. دونك هنايا كيفاش كتنفس النباتات؟ النباتات مثلا خدينا واحد النبته خضراء فيجيتال، اذا خلال النهار كيتم كتكون اشعه الشمس وكتتم واحد العمليه كتسمى لا فوتوسينتيز، ما غاديش حنا ندخلو في التفاصيل نتاعها. شنو كيوقع؟ اذا لاحظوا هنايا دونك عندنا خروج او دو، اذا خروج او دو يعني ثنائي الاكسجين يطرح في الهواء. دونك يطرح في الهواء دونك وعندنا ثنائي. اذا هنايا خصنا نفرقوا بين التبادلات الغازيه، هنايا لا ريسبيراسيون اللي كتتم خلال 24 ساعه، اذا دائما الفيجيتال كي ياخذ ثنائي الاكسجين وكيطرح ثنائي اكسيد الكربون، ولكن الانتاج ديال ثنائي اكسيد الكربون ثنائي الاكسجين في النهار بوجود لا لوميير كيكون كبير. وهنايا دونك الا قرينا هذا لو بيتي تيكست ا كونديسيون ديتر ا لا لوميير، بشرط خص النبات يكون معرض للاشعه. فيجيتو لي فيجيتو برودويز دي ديوكسيجين، يعني كينتجو بزاف ديال ثنائي الاكسجين اون كونتيتي بلو بوكو بلو امبورطونت كو سيل كيل كونسوم، يعني كينتجو كثر ما كيستهلكو اون ريسبيرون، وهاد النباتات كتنفس. Le dioxygène consommé par la respiration des êtres vivants est renouvelé grâce aux végétaux. Donc, si on a l'oxygène liquide stérile من طرف النباتات خلال التنفس يتجدد بطبيعة الحال. إذا ننتقل دابا للصفحة الموالية. Donc la page suivante, la page 23. Donc on a le document numéro 1, un poisson dans son milieu. إذن هنا هذا لو بواسون كيبقى تحت الماء مدة طويلة. هذا يعني ماذا؟ أن سو بواسون ريسبير سو لو، دونك لو ميليو دو ريسبيراسيون ديال لو بواسون هو لو. إلا كان حنا كنعرفو بأن لو بواسون إلا خرج من لو غادي يموت، سكيفي أنه لا يستطيع التنفس في الهواء. إذن لو ميليو ديالو اللي كيتكيف مع لو بواسون هو لو. Donc le document numéro 2, cette grenouille est obligée de remonter régulièrement ses narines affleurant juste à la surface. Donc هنا هاد la grenouille هي كتسبح في الماء ولكن كتضطر انها ترفع الراس ديالها باش تنفس. هذا يعني ان التنفس نتاعها هوائي مالغري انها كتمشي كتعوم في البحر وفي الماء بصفه عامه. دونك هنا سكي في انها عندها لا سيرفاس دو ريسبيراسيون ملائمه لير ماشي الماء. اذا دابا حنا اكتشفنا من هاد الوثائق بان عندنا جوج اوساط ديال التنفس، سواء لو ميليو ايريان سواء لو ميليو اكواتيك يعني الماء، جوج اوساط. لا ناتاسيون اون نو ليبر، دونك هاد السباح هذا كيسبح في الماء بشكل حر، ولكن واش هاد السباح غادي يقدر يستغرق مده طويله تحت الماء؟ لا ما يستطيعش، لان عنده لي ناغين يعني عنده لا سيرفاس دو ريسبيراسيون خصها الهواء
واخا ثنائي الاكسجين موجود في الماء il ne peut pas respirer دغيا كيولي كيصبر شويه تحت الماء واحد لانستون دوني كيهز راسو باش يستمر في الحياه والا غادي يموت لان لا ريسبيراسيون حنا كنعرفوا بانها نيسيسير بالنسبه لي زيتر فيفون ان بلونجور سومارين هذا سومارين يعني في اعماق البحار علاش صابر هذا تحت تحت البحر واش كيتنفس من الماء نو il ne respire pas de l'eau هنايا عنده هاد لابوتي فيها او دو فيها ثنائي الاكسجين او لا الهواء ومن خلالها كياخذ ثنائي الاكسجين يعني عنده هو هز معاه الهواء هواء وبالتالي كيمكن يبقى تحت البحر مده طويله على حساب الكميه اللي خدا ديال ثنائي الاكسجين دونك لو دوكيمون نيميرو 5 respiration des êtres vivants dans différents milieux. هنايا كنشوفوا عندنا هذا وسط ايريان هوائي وهذا وسط مائي. اذا هنايا كاين des êtres vivants سواء animaux سواء végétaux qui respirent sous l'eau. يعني كاين اللي كيتنفسوا تحت الماء. وكاين عاوتاني عندنا بحال دابا هاد لي غونديل وهاد لي فيجيتو عاوتاني كلوروفيليك هادو كيتنفسوا في الهواء هاد النباتات الا جبناهم ودخلناهم في البحر ما غاديش يعرفوا يتنفسوا علاش لان ما عندهمش لا سيرفاس اللي كتلائم الماء وهادو كذلك الا هزيناهم وخرجناهم من الماء ما غاديش يتنفسوا علاش لان عندهم لا سيرفاس كتلائم وكذلك الحوت وكذلك هاد لي غونديل هاد لي غونديل الا جبناها ودخلناها في الماء ما غاديش تعرف تتنفس اون ميم طون عندنا بعض الكائنات اللي كتعيش بين الماء والهواء هي في الماء ولكن كتنفس في الهواء كما شفنا بالنسبه للغرونوي بالنسبه للدلفين بالنسبه لواحد المجموعه ديال الكائنات الحيه اللي كتنفس في الهواء ولكن كتعيش في الماء دونك لو كريكي الجراد كذلك عنده يتنفس غادي نشوفوا خلال التعلمات القادمه لا سيرفاس دو ريسبيراسيون منين كيتنفس لو كريكي وغادي نشوفوا كذلك الاسكارغو اللي هو الحلزون وغادي نشوفوا دوطر زانيمو كيفاش كتنفس وشنو هي لا سيرفاس دو ريسبيراسيون اي كومون il s'adapte à la respiration dans son milieu de vie دونك دابا غادي نختموا هاد لا سيونس بار دي كيسيون ا ريزولدر سيز ايماج ريبريزونت كيلكوز اتر فيفون دون لور ميليو دو في اذا هنا عندنا كائنات حيه كتعيش في الاوساط نتاعها اللي مكيفه معاها ومولفه بها il permet de repérer des signes qui indiquent que ces êtres vivants respirent. يعني كاين اشارات بان هذه الكائنات الحيه تتنفس. La première question, comment les êtres vivants respirent-ils dans des milieux de vie différents? كيفاش كتنفس الكائنات الحيه في اوساط طبيعيه مختلفه. Donc les êtres vivants respirent dans des milieux différents par des organes adaptés à ces milieux. يعني كيتنفسوا هاد الكائنات الحيه في اوساط مختلفه عندهم دي زورغان اعضاء ديال التنفس تلائم ذلك الميليو. La deuxième question, comment s'effectue la respiration dans les différents milieux de vie? كيفاش كتتم هاد لا ريسبيراسيون؟ Donc la respiration s'effectue au niveau de la surface de respiration. كتتم على مستوى ديك المساحه ديال التنفس مثلا كل مثلا كما شفنا لا غرونوي كتنفس على مستوى لي ناغين وعندها دي بومون حيت هي كتنفس من الهواء دونك اون ابسوربون لو ديوكسيجين اي اون روجيتون لو ديوكسيد دو كربون وهادو كنسميوهم لي شونجمون سكون ابل لي زيشانج غازو إذن في إطار ما يسمى بالتبادلات الغازية إن تبادلات الغازية يعني دخول ثنائي الأكسجين وخروج ثنائي أكسيد الكربون لأن جميع الكائنات الحية كتبغي ثنائي الأكسجين دونك لا ديرنيير كيستيون كومون لا ريسبيراسيون دي زانيمو سادابت أو ديفيرون ميليو كيفاش التنفس نتاع الحيوانات كيتكيف مع مختلف لي ميليو دونك لان شاك انيمال ا ان سيرفاس دو كونتاكت عنده واحد لا سيرفاس كي كونتاكتي بها لو ميليو ادابتي او ميليو دو في دو سيت انيمال
كل حيوان عنده واحد لا سيرفاس اللي بها كيتادابتا في التنفس نتاعو مع الوسط اللي كيعيش فيه. ولا خدينا داك لانيمال وديناه لوسط اخر اون بو با ريسبير. علاش؟ لان غنعطيوه واحد لو ميليو، لان لا سيرفاس دو ريسبيراسيون غتكون مختلفه. دونك فوالا سي لا فان ديال لا سيونس. لا بروشين فوا ولا لي بروشين سيونس غادي دونك غادي نفصلوا في هذا الشيء بيان سور. Et voilà jusqu'à une autre séance.